السلام عليكم أصحاب الربح، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا موقع جديد هنضاعف فيه راس المال بتاعنا، زي الموقع الاخير اللي اتشرح على القناة اللي قدرنا نكسب منه 70% على الايداع بتاعنا. قلت لكم اسحبوا استثماركم، عشان ابتديت يعني ان اشك في الموقع، مع ان الموقع لحد دلوقتي لسه شغال. بس ايه، انك تكسب 70% على الايداع بتاعك احسن من انك تخسر الايداع بتاعك كله. فمعانا النهاردة بقى موقع جديد، موقع كريبتو تريدنج. فهو كده الموقع ده شغال من يوم 15 في الشهر ده، احنا النهارده يوم 23، النهارده اليوم السادس او السابع للموقع. الموقع ده لسه ضايف النهارده خاصية البونتي، فحبيت اشرحه عشان الناس اللي عايزة تكسب مجانا من الموقع تقدر تكسب. انا كنت عارف ان الموقع ده بالسكريبت بالشكل انه هيضيف مكافآت، فانا استنيت عشان ايه الناس اللي حابة تبتدي بالاستثمار تبتدي مع اول مكافآت، والناس اللي حابه تكسب مجاني تكسب المكافآت عادي جدا. هننزل كده نشوف الموقع ده والكلام بتاعه. الموقع ده بيقولوا ان هو شغال في التريدنج مش في التعدين والكلام ده. هننزل كده لان خطه الموقع بيديك 3.6% يوميا على الايداع بتاعك. الارباح بتنزل لك كل ساعه، وادي عملات الموقع بيدعمها: البيتكوين والاثيريوم، بيتكوين كاش والدوكوين واللايت كوين والداش كوين. تقدر تحسب ارباحك والكلام ده، في اللايف سبورت تحت، دول تقدر تكتب لهم في اي وقت وهيرد عليك، مش تبعت لهم على الايميل بتاعهم والكلام ده. هنا ارباح الاحاله 5% المستوى الاول. لو انت تقدر تجيب احالات كتير بتكلمهم وهم بيخلوا لك المستوى الاول 10%. عشان نسجل في الموقع ده بتدوس على كلمه ساين اب من فوق. انا كنت موضع في الموقع ده اصلا قبل كده، يعني اول ما شفت الموقع عارف ان هو الموقع ده هيقعد فتره فاودعت فيه، فاول ما منزل مكافآت بقى قلت اشرحه. الموقع دلوقتي اما بتيجي تسجل بتكتب الاسم بتاعك، بعد كده اليوزر نيم والباسورد، وبتاكد الباسورد والايميل. احنا عندنا الحساب بتاعنا فهندوس على لوج ان الموقع. بس ساعات هتحس ان يعني اللي بالدايره اللي بتحمل دي الموقع الصفحه تقيله شويه، بس عادي يعني شغال عليه بقالي كام يوم. يعني الموقع فتح 15 تقريبا، انا عملت الايداع بتاعهم 18 بعد ما فتح بثلاث ايام. هنا بقى بتختار العملة اللي انت هتودع فيها. انا اوضعت بالدوكوين، اوضعت فيه 18000 دوكوين ومعايا دلوقتي 234 في الحساب. ازاي بقى بنعمل ايداع في الموقع ده؟ بندوس على كلمة ديبوزيت من هنا، بيحولنا لصفحة الايداع. اقل حاجة للايداع هي 3000 دوكوين. بتحدد المحفظة اللي انت هتودع منها، يا الحساب يا الدوكوين. بندوس على كلمة ديبوزيت من هنا، هيودينا دلوقتي يقول لنا ابعتوا المبلغ ده والكمية ده، بنكتب فوق بس اهو، بيقول لك ابعت 3000 دوكوين وارباحك في الساعة هتكون 4.5 دوكوين، وارباحك في اليوم هتكون 108 دوكوين. بعد ما تبعت هتدوس على I have paid. دلوقتي هندوس على cancel deposit عشان نرجع تاني. عشان تعمل سحب من الموقع بتدوس على كلمة withdraw من هنا، بتكتب الكمية اللي انت تسحبها، او بيبقى محدد لك يعني رسل الحساب كله هنا، بتدوس على withdraw found بيسحب لك كل الحساب بتاعك. الموقع كاتب فوق ان السحب بتاعك، هو كان كاتب بس مش عارف شالها يعني، بس مش مشكلة. دلوقتي السحب بتاعك لحد 100 دولار، فالسحب دون بيكون فوري. يعني انت السحب بتاعك لو لحد 100 دولار هيتسحب فوري من غير اي مشاكل. طيب الكلام دون في الخمس ايام اللي اشتغلت فيهم؟ لا، كان في يعني وزر عندي بيندينج، فضل بس 10 دقايق وبعت عادي، ما كانش ب100 دولار. الموقع بيقول لك ان الاعلى من 100 دولار يعني بيستنى وبيتاكد منه هو، بعد كده بيبعته لك. لو بصينا هنا كده على الماي ديبوزيت، فانا عملت في الاول ايداع ب 3000 دوكوين يعني، عشان اشوف استنى كده يوم ليه كده. كان يوم 18 الصبح، كان الساعه 6 الصبح، فانا حبيت ايه اللي هو يعني بقرب الموقع بحط الحد الادنى. طيب تمام، شغال سحب وايداع مفيش مشاكل. ابتدي بقى، حطيت 12000 دوكوين، جابولي شوية أرباح، فروحت حطيت باقي الأرباح بتاعتي، بقى الإجمالي 18000 دوكوين. لو رحنا كده على ترانزاكشن هتلاقي هنا كل العمليات أهي، أدي الأرباح اللي بتنزلها من الموقع. ولو رحنا كده في صفحة، في كذا صفحة، وادي سحبهم من الموقع ب 378 دوكوين، وسحبه وصل من غير أي مشاكل. أما بالنسبة هنا الإحالات تقدر تشوفها وتشتغل عليها. هنرجع كده للداشبورد، عشان أنت عايز تحول من محفظة لمحفظة بتدوس على الدوكوين من هنا، بتختار البيتكوين مثلا لو انت عايز تودع بيه والكلام ده كله. تقدر تسحب راس المال بتاعك في اي وقت ب 5% خصم.
هنطلع كده بقى نشوف المكافآت من الموقع البونتي اللي هم قدموا. دي بقى الناس اللي عايزة تكسب مجاني، احنا الموقع اللي فات ضعفنا راس المال بتاعنا. هننزل كده هنلاقي ان الموقع هنا الفيسبوك بيديك 1 دولار، ومن الاثيريوم على تويتر 1 دولار، والتليجرام والتورست واليوتيوب من 2 ل10 دولار، والبلوك من 2 ل10 دولار. الموقع ده شبه الموقع الاخير اللي على القناة، هو نفس الموقع من الاخر، يعني الشكل بتاعه اتغير عشان انا قبل ما اوضع في اي موقع بشوف الاحصائيات وبشوف كل المعلومات والاي بي بتاع الموقع وكل حاجة. الاثنين كانوا من نفس الاي بي، معنى الشركة اللي عاملة او يعني مجموعة الاشخاص اللي عاملين الموقع الاولاني هم اللي عاملين الموقع ده، فبرضو احنا مش هنخسر حاجة، احنا كسبانين، كله يلحق يوضع في الموقع ده، ومديني قلته في اول ايامه عشان نقدر نكسب 70-80% على الايداع بتاعنا، و 100% بعد كده نبتدي نسحب راس المال بتاعنا. الموقع التاني لسه بيدفع لحد دلوقتي الناس اللي فيه، ولسه ما اوضعها لحد دلوقتي كده جابت الايداع بتاعها وزيادة. انت لو اوضعت 100 دولار فمبروك عليك 100 دولار هدية تاني، يعني الشغل بسيط، الحقوا استغلوه، وان شاء الله ننزل اثباتات سحب منه كل يوم. وبكده نكون خلصنا فيديو النهارده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.